يعني دايما بنتكلم عن التنسيق اللي بيبقى موجود ما بين وزارة البيئة والمحافظات، إلى أي مدى التنسيق ده موجود؟ ولو هو موجود بشكل يعني صحي وجيد وبيؤدي الغرض منه، ما كناش شفنا ظاهرة زي دي بتحصل. لا خلينا بقى نحكي القصة ممكن تمشي ازاي. طيب. لسيادتك وللسادة المشاهدين. اتفضل فن. أنا عندي قفص عامل زي الكوباية، يعني إيه مقفول دايما يدور بالشبك والقعر بتاعه مقفول ومن فوق مفتوح ممكن يتغطى بالشبك، يبقى إذن دي كوباية مقفولة موجودة معايا. بيتحط فيه سمك، خلاص؟ يتحط فين؟ يتحط في مسطح مائي. يطلع بحر، يطلع مية عذبة، يطلع زي ما يطلع على حسب الحاجة والديزاين. أنا مش هتكلم على أشكال القفص. أيوه. ولكن ده النمط البسيط اللي إحنا بنتكلم عليه. السمك ده كائن حي، عشان يعيش محتاج ان الظروف البيئيه اللي موجوده تكون متزنه ملائمه ليه. صحيح. زي الدكتوره كوثر ما اشارت، لازم يكون نسبه الاكسجين اللي موجود عالي، لازم يكون نسبه الامونيا قليله، الملوثات العضويه قليله وخلافه، الحاجات دي كلها احنا عارفينها، وحتى اللي بيزرعوا او بيقوموا بتربيه الاسماك عارفينها كويس قوي. طيب. مش جديد عليهم النهارده، خلي بالك، ان هم يبتدوا ياكلوا السمك ويربوه بالشكل التقليدي ده اللي الدكتوره بتتكلم عليه، هو الشكل التقليدي. أوكي. يعني ايه الشكل التقليدي؟ طالما ان الميه هي مصدر الغذاء، الميه هي مصدر الغذاء، غير ان انا لو ربيت في احواض طينيه مثلا ولا صحيح. اسمنتيه هرمي له غذاء بكم كبير، انا برمي غذاء على قد المكمل والباقي بتاخده من الطبيعه ازاي بان احنا بنسمد بالشكل اللي اتكلمنا عليه. خلاص؟ فلو مشيت الامور بالشكل المتزن، الغذاء صحي والنمط التسميد في المعتاد المحسوب، وكل واحد من دول عارف القياسات اللي المفروض تتاخد ايه، وده دور هيئه الثروه السمكيه انهم عندهم قطاع للارشاد، ايه الستاندرد بتاعهم، ايه وبيوجهوهم ياكلوا ازاي ويعملوا ايه ويشتوا ازاي، كل القصص دي كلها الامور بتمشي كويسه قوي. خلاص. طب ايه اللي استجد عندنا هنا؟ إيه؟ هو ده اللي انا ادور عليه. اما الاقي ان في حدود 80 طن يجوا يموتوا مره واحده من نوع واحد، دي كارثه. اتوقع ان مجموعه اقفاص جنب بعضها يحصل في قفص عمليه الموت بعد فتره زمنيه تتنقل، وهبالك ازاي نتيجه الاسفيكسيا ونتيجه التحلل والقصص دي، التلوث للقفص الثاني الثالث الرابع الخامس، ما تتاخدش مره واحده شوطه بالمنظر ده كده. ايوه. عشان تحصل الكارثه اللي موجوده معايا، الكارثه دي احنا شفناها في 2011 خمس مرات. لا انا هركز على حاجه، في 2011 الكارثه دي الصيادين او اللي هم مربي الاسماك كانوا قاعدين الحراس بتاعتهم، وبالليل مره واحده لقوا ايه؟ السمك. لقوا ريحه ومنفره، الميه ابتدت تبيض، السمك ابتدى يموت ويطفو جوه القفاص الموجوده. كانت ان من ايه؟ ما ننساش ان احنا على فرع رشيد، وفرع رشيد ده من اعلى الملوثات اللي موجوده فيك يا مصر، هو هذا الفرع. مصر فرهاوي اللي بياخد كل المصانع بتاعت الجيزه وصرف الزراعي وصرف الصحي بيرمي فيه. كل الغربيه بترمي فيه، البحيره بترمي فيه، كل المناطق اللي موجوده بترمي فيه، كفر الزياب بترمي فيه، وفيها مصانع مبيدات وفيها مصانع للصابون والزيوت وكتير قوي. يا نهار ابيض، ده في محطه ميه اللي هي فوة دي. ما هو دي مشكله بقى اللي احنا بنتكلم يعني عليها. مش ابيض، انا اذا احنا في كرسة. عندنا مشكله بيئيه، انا بتكلم كاستاذ بيئه مائيه. أيوة. عندي مشكله بيئيه موجوده هنا، هو ان الصرف اللي موجود اللي المفروض وزاره البيئه بتتابعه وتوافق اوضاع المصانع وبتعمل اللي عليها. اشهد ان الوزاره بالتفتيش بتاعها بيعملوا اللي عليهم، ولكن في تجاوزات ممكن تحصل، بدليل ان بتجدي مره واحده النفوق الكبير اللي بيحصل نتيجه تلوث بمبيدات وخلافه ممكن توصل لهذه الاسماك. طب انا هوصل لده، لان حضرتك قلت لنا هو الحقيقه ده